صباح الخير مشاهدينا الكرام، بنرحب بكم في لقائنا اليومي على شاشة النيل. الأخبار من الآن وحتى قبل العاشرة بدقائق قليلة إن شاء الله في هذا الصباح، مجموعة من الحوارات والفقرات بنتمنى إن شاء الله أن هي تعجبكم. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا نميم، صباح الخير عليكم. إن شاء الله لسه حديثنا مستمر، لا صوت يعلو عن صوت افتتاح قناة السويس الجديدة على قدم وساق، بيتم وضع اللمسات النهائيه لهذا الاحتفال الضخم. ان شاء الله احنا زي مستمرين معاكم، حديثنا هيكون متواصل ايضا عن افتتاح قناه السويس. هيكون عندنا حوار مهم جدا وعندنا ضيفين مهمين جدا. هيكون معانا حوار خاص مع رئيس شركه التحالف الاماراتي لحفر قناه السويس المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركه الجرافات البحريه الوطنيه الاماراتيه. بالتاكيد هنكلمه عن التحديات اللي واجهتهم، خلفيات الكواليس لحفر قناه السويس الجديده. أكيد هيكون معنا إن شاء الله مشاهدينا حوار آخر متعلق بمبادرة مصر بتفرح اللي أطلقها مجموعة من الشباب، وده طبعا يعني اتساقا مع الهاشتاج اللي أطلقته الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر بتفرح. في هذه الأثناء بالفعل وفي هذه الأيام وهذه الفترة مصر كلها والمصريين جميعا سعداء بهذا الإنجاز التاريخي وهذا المشروع القومي العملاق اللي تم بناؤه وحفر قناة السويس الجديدة بسواعد المصريين وبأموالهم. مصر بتفرح هذه الأيام بالفعل، وإن شاء الله فرحتنا تكتمل بالافتتاح التاريخي لقناة السويس يوم الخميس بعد بكرة إن شاء الله. هنتكلم عن هذه المبادرة اللي أطلقها مجموعة من الشباب ومجموعة من الفعاليات والأنشطة اللي حيتم تنظيمها في كافة محافظات مصر وعلى مستوى الجمهورية للتأكيد على سعادة الشعب المصري. حيكون الحوار عن هذه المبادرة مع مؤسسة مبادرة مصر بتفرح وأيضا عضو مبادرة مشروع وطن وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن. هنتكلم بالتفصيل عن هذه المبادرة والفعاليات إن شاء الله اللي هيقوموا بها خلال الأيام القادمة. أكيد عندنا وقفتنا السبتة، أخبار اقتصاد، أخبار رياضة، الفقرة الخاصة بآخر التطورات في حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. هنطلع بره الاستوديو ونعرف أخبار الطقس إيه والموجة الحارة ده تنتهي إمتى يعني. بالظبط، ده بالإضافة إلى وقفتنا المعتادة اليومية بالتأكيد في هذا الصباح للتعرف على أهم العناوين والمنشطات من خلال جولة صحفية بشرفنا فيها بالرأي والتحليل أحد الصحفيين إن شاء الله اللي هيكون من جريدة الأهرام اليوم. نبدأ بعد الفاصل ونتابع معاكم فقرة رياضية نفوق بيها كده ونبتدي معاكم إن شاء الله هذا الصباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا. النهارده هنعمل مجموعه تمارين جديده، استنونا بعد الفاصل. رجعنا تاني وهنبتدي في تماريننا مع بعض. هنبتدي نشوف تمارين النهارده منها الكومباوند شويه او التمارين المركبه شويه، لان هنعمل اكتر من عضله في الحركه الواحده. هنبتدي نشوف شكل التمرين الاولاني اللي هنعمله. بنمسك الوزن بالشكل ده، رجلينا بتبقى مفتوحه شويه، وبننزل نعمل هاف سكوات وبنطلع نعمل كارف ريز. عملنا حركتين، عملنا حركه للرجلين وعملنا حركه ثانيه لعضلات الساق او عضلات السمان. نبتدي نشوف التمرين مع بعض. نبدا مع بعض، هب ننزل ونطلع، نطلع بمشتين، 2 3 4 5 6 7 8. هايل جدا. هنبتدي نشتغل عضلات التراي، هننام على ظهرنا وهنمسك دمبل واحد، هنخلي الدمبل فوق وهنسند بقعنا بايدينا بالشكل ده، وهننزل عند كتفنا التاني، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهنبدل، هوب، 1 2 3 4 5 6 7 8. هيك هنبتدي نشتغل عضلات البطن،
هنبتدي نخلي ايدينا في الجنب ونخلي رجلينا 45 درجة ونبتدي نشتغل التبادل 2 3 4 5 6 7 8 استريح وهنرجع تاني هنكرر نفس التمارين نبدأ مع بعض هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 هايل جدا هنرجع تاني نبتدي نشتغل العضلات التراي وهنبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 وبنبدل 1 2 3 4 5 6 7 8 هي نرجع نشتغل عضلات البطن هنبدأ هوب 1 2 3 4 5 6 7 8 هي استريح خلصت تماريننا ونشوفكم في حلقات جديدة إن شاء الله. مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام وبنبتدي مع حضراتكم جولة سريعة بنستعرض فيها أبرز وأهم تطورات الأحداث المتعلقة طبعا في مجملها وفي الأساس بافتتاح التاريخ إن شاء الله اللي هيكون لقناة السويس يوم الخميس بعد إن شاء الله رب العالمين. عايز أكد عليكم التنويه اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية إن شاء الله هيكون عندنا النهاردة بالليل في برنامج من القاهرة لقاء حصري مع ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية وبالتأكيد هيكلمنا عن كواليس هذا المشروع وكيف تم إنجازه خلال العام التحديات المصاعب اللي واجهت العمال واللي واجهت الشركات المنفذة لهذا المشروع العملاق. حديثنا متواصل برضو عن قناة السويس هنطلع معاكم ونتابع تقرير هام لزيارة وتفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة لعدد من الكمائن والتمركزات عناصر الدعم التابعة للقوات المسلحة في محيط المجرى الملاحي لقناة السويس. رئيس الأركان أيضا قام بالمرور بوحدة التمركز المشترك اللي أقامته القوات المسلحة لإدارة عمليات التأمين بمشاركة عناصر القوات المسلحة وزارة الداخلية وأيضا هيئة قناة السويس وكافة الأجهزة المعنية بتأمين الاحتفال. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. تفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الكمائن والتمركزات العسكرية والأمنية وعناصر الدعم التابعة للقوات المسلحة في محيط المجرى الملاحي لقناة السويس وذلك تزامنا مع الاستعدادات والجهود الأمنية المكثفة لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. قام رئيس الأركان بالمرور على مركز القيادة المشترك الذي أقامته القوات المسلحة لإدارة عمليات التأمين بمشاركة عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة قناة السويس وكافة الأجهزة المعنية بتأمين الاحتفال، كما استمع إلى شرح من اللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني تناول المهام والواجبات التي كلفت بها التشكيلات والوحدات لتأمين المجرى الملاحي شرق وغرب قناة السويس
وكافة المناطق التي تشهد أنشطة وفعاليات الاحتفال. وقام الفريق محمود حجازي بالمرور على عناصر القوات المسلحة المتمركزة في محيط القناة الجديدة ونقاط التأمين الإضافية شرق القناة والمجموعات القتالية التي تعمل كاحتياطيات قريبة للتدخل السريع والتعامل مع المواقف الطارئة طبقا لمقتضيات الموقف. وأعرب عن سعادته بما لمسه من استعداد جاد وروح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تأمين هذا الحدث التاريخي الذي يشهده العالم. كما قام الفريق محمود حجازي بتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بنطاق الجيش الثالث الميداني جوا، واستمع إلى شرح تناول الإجراءات المتخذة لتكثيف أعمال التأمين والخدمة والحراسة على امتداد القناة وأسلوب إعداد وتدريب العناصر المكلفة بتأمين هذا الشريان الحيوي. وأشاد الفريق حجازي بالمستوى المتميز والاستعداد الجاد لمقاتلي القوات المسلحة وقدرتهم العالية على التحمل والثقة بالنفس وتنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف. رافق رئيس الأركان خلال الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. لسه مستمرين معاكم في فعاليات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. بالتأكيد مصر بتفرح، مصر كلها بتفرح بهذا الافتتاح، بهذا المشروع التاريخي الهام، بإنجاز المشروع خلال سنة. المصريين لهم حق يفرحوا، بنشوف شوارع القاهرة كلها بتتزين، شوارع المحافظات عدة بتتزين احتفالا وابتهاجا بهذا اليوم. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجه التهنئة إلى الشعب المصري والعالم بأسره بمناسبة تدشين قناة السويس الجديدة الخميس القادم إن شاء الله. شيخ الأزهر أيضا وجه التحية بشكل خاص للقوات المسلحة المصرية اللي قامت بإنجاز هذا المشروع في عام فقط، وأيضا أثبتت أن هي الحامي والدرع والحصن للشعب المصري وإنجازاته ومقدراته على مدار التاريخ. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. هو مشروع القرن الواحد والعشرين، وهو أيضا المشروع الذي يدل على أن المصريين فعلا أمناء على دينهم وعلى توجيهات الإلهية التي وردت في كتب السماوية كلها والتي تعلي من قيمة العمل. ونحن نعرف أن الأمر بالعمل ورد في القرآن الكريم قرابة 300 مرة أو أكثر من ذلك. والشعب المصري فعلا ليست هذه أولى إنجازاته، ليست القناة هي أول إنجازاته، بل هي إنجاز. نحن نعلم أن هذا الشعب بنى السد العالي وأنه كان له العبور في 6 أكتوبر، وأيضا أنه قديما آباؤنا وأجدادنا بنوا الأهرامات. فهذا الشعب فعلا هو يختزن هذه الطاقة وهي مركوزة فيه، فقط تحتاج إلى القائد الذي يحرك هذه العوامل. السفارة الألمانية في القاهرة نظمت احتفالية ومؤتمر صحفي هنأ خلاله السفير هانس يورج الشعب المصري بافتتاح قناة السويس الجديدة. السفير الألماني أكد أيضا أن بلاده ستشارك في الاحتفال اللي ستقيمه مصر إن شاء الله يوم الخميس بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة. ستشارك ألمانيا بوفد كبير برئاسة نائب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووزير الاقتصاد، ده بالطبع ضمن وفود ورؤساء وزعماء دول عديدة إن شاء الله سيشاركوا في هذا الاحتفال التاريخي. نتابع. مبروك لمصر والمصريين على افتتاح قناة السويس الجديد. تهنئة من القلب حرص على تقديمها السفير الألماني بالقاهرة للشعب المصري بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة. وخلال مؤتمر صحفي أعلن السفير الألماني عن مشاركة بلاده في حفل افتتاح القناة بوفد رفيع المستوى. نتمنى للمصريين كل النجاح والتوفيق، وسنشارك في حفل افتتاح القناة بوفد كبير يترأسه نائب المستشارة الألمانية.
وهي إشارة على أن الجانب الألماني لديه اهتمام كبير بمصر واقتصادها. السفير الألماني أكد على تميز العلاقات بين مصر وألمانيا في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.5 مليار يورو سنويا. العلاقات بين مصر وألمانيا علاقات متميزة، نحن نريد أن ندعم مصر في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، فمصر بها فرص كبيرة للاستثمار ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى وإنما أيضا الشركات المتوسطة والصغرى والتي تمثل عصب الاقتصاد الألماني. هذا وقد أكد السفير الألماني حرص ألمانيا على استقرار مصر نظرا لكونها أهم دولة بالمنطقة. وشائج قوية تربط بين البلدين عززتها لقاءات القيادتين في الدولتين، وترجمتها مشاركة فاعلة من قبل المسؤولين الألمان في الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة، ما يعكس ثقل مصر ومكانتها على الساحة الدولية. من مقر انعقاد المؤتمر بالسفارة الألمانية أمل صبري، النيل. بالتأكيد الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة وأيضا يعني إبراز ما تم إنجازه من جهود بسواعد المصريين وأموالهم خلال حفر هذه القناة هو شيء مهم جدا يجب تأريخه للأجيال القادمة لكي تتعرف على ما يعني قام المصريون بإنجازه بالفعل، وهو شيء يعني كان فاق التصور أن يتم حفر تقريبا أكثر من 35 كيلو متر في خلال سنة واحدة فقط. في هذا الإطار دشن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب طابع بريد سيقوم ب يعني إبراز صورة للتأكيد على هذه القناة وعلى أهميتها وأيضا ما قام المصريون به من خلال حفرها. يوم الخميس القادم إن شاء الله حيتم تدشين هذا الطابع. الطابع بيحمل صورة سفينتين متقابلتين في القناتين القديمة والجديدة، هيكون بينهم مفتاح الحياة عنخ في مصر القديمة وسنابل قمح تتجه نحو الشمس وترمز إلى النماء والخير. وزي ما احنا شايفين على الشاشة دي صورة الطابع الجديد اللي هيأرخ لهذا اليوم التاريخي. الطابع ان شاء الله بيحمل عناصر من الحضارة المصرية زي الأهرامات، وزي ما قلنا بيأتي لتخليد هذا الحدث التاريخي الهام. كلنا بنفتكر 1869 لما حفل افتتاح القناة السويس القديمة والصور التلفزيونية اللي بتأرخ لهذا اليوم وصور الفوتوغرافية اللي بتأرخ لهذا اليوم. عذرا بالتأكيد النهاردة وفي الافتتاح دوت هيتم تاريخه بأكتر من طريقة، منها طبعا طابع البريد. احتفالات مختلفة ويعني بتقوم بها ليس فقط مؤسسات الدولة وإنما أيضا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وإجراءات للفرحة والبهجة وإدخال الفرحة والبهجة في نفوس المصريين لكي تفرح مصر بالفعل بهذا الحدث التاريخي الهام. الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أعلن أنه تقرر تسيير أتوبيسات بالمجان تماما للمواطنين يوم الخميس القادم بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة. بالتأكيد محافظ القاهرة ويمكن حتى مترو الأنفاق في الفترة من 4 إلى 8 مساء هيكون برضو مجاني. العديد من القطارات وقت الاحتفال هتكون مجانية. اللي عايز إن شاء الله يبقى مشارك في الاحتفالية والأفراح اللي هتكون داخل القاهرة، مصر كلها هتفرح في اليوم دوت. الاحتفال مش هيبقى يكون بس في قناة السويس الجديدة بل لسه هيكون في كافة محافظات الجمهورية. المحافظ أوصى بنظافة وصيانة كافة الأوتوبيسات، نشر أعلام مصر شعار قناة السويس على هذه الأوتوبيسات، والتواجد بأماكن التجمعات والحدائق المنتظر خروج المواطنين إليها احتفالا بافتتاح قناة السويس تسهيلا على المواطنين للانتقال إليها. وطبعا احنا شايفين الاوتوبيسات مكتوب عليها وموجود شعار قناة السويس الجديدة، الشعار المميز للقناة وافتتاحها ان شاء الله يوم الخميس. خلي الناس الدنيا حر، الناس هتطلع بقى في الجناين في الهواء الطلق تحافل بره بقى بطريقتها يعني. وده بالفعل اللي اكده محافظ السويس اللواء العربي السروي، اكد انه بالفعل المواطنين برضو في محافظة السويس بتغمرهم السعادة والفرحة ومظاهر الاحتفال والاحتفاء بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وكمان بيشاركوا في الاحتفالات اللي بتنظم يوميا في أماكن قريبة من موقع القناة الجديدة. احتفالية غنائية كانت بتشهدها محافظة السويس، طبعا
طبعا السويس يمكن اقرب من اقرب الناس لمشروع قناه السويس الجديده، واللي بينتظروا مثل المصريين الكثيرين ما سيعود اليهم هذا المشروع العملاق من خير ونماء على الاقتصاد المصري. كان امبارح فيه زي ما قلت بكورنيش السويس الجديد امام تمثال الجندي المجهول احتفال بقرب افتتاح قناه السويس الجديده وحفل غنائي وسط حضور كبير من الجماهير وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظه. المحافظه قامت ايضا بتنظيم احتفالات بعرض كرنفال عربيات الزهور لعدد من سيارات بعض شركات جهاز تجميل التجميل والنظافه، والذي بدا من المدينه الرياضيه مرورا بالكورنيش الجديد وتمثال الجندي المجهول والعوده الى المدينه الرياضيه مره اخرى. مسيرات لا تتوقف في محافظات مصر. كنا شفنا ايضا المسيره اللافته للنظر اللي كانت في العريش واللي كانت في شمال سيناء في عدد من مدن شمال سيناء احتفالا بافتتاح قناه السويس الجديده. مصر بتفرح. واحنا بنتابع طبعا مع حضراتكم مظاهر الاحتفال ديت، بالتاكيد في حاجه ان احنا نتعرف على احوال المرور برضو هتكون ازاي ان شاء الله في الايام القليله القادمه لو كان في ايضا اي تحويلات لمسارات المرور. ويسعدنا ان يكون معنا سياده النقيب احمد حافظ مشرف الاداره العامه للمرور، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين والف مبروك للمصريين كلهم. وحضرتك مصر بس اللي بتفرح ومحافظاتها، يمكن العالم كله بيفرح والله. اكيد صحيح. اكيد طبعا. طيب نعرف من حضرتك اخبار المرور ايه بس لغايه دلوقتي، وهل هيكون في اي اختلافات في مسارات المرور في الايام القليله القادمه ان شاء الله وتحديدا بكره وبعده؟ هو بالنسبه لاختلاف المسارات او تحويل اي طرق، لا مفيش اي اختلافات. عايزين نطمن الناس، يمكن في بعض الاقاويل قالت ان في طرق هتتحول وطرق هتقفل، لا مفيش عندنا اي متغيرات خالص. احنا كل اللي عملناه ان احنا عززنا خدماتنا الامنيه والمروريه على الطريق، ان شاء الله مش محتاجين ان احنا نغير طرقنا عشان خاطر اي احتفال زي كده. بالعكس مش عايزين ننكد على الناس، مش عايزين نضايق الناس، فطرقنا زي ما هي ان شاء الله. يمكن النهارده الصبح هيكون معانا طبعا الكثافات المعتاده، خاصه اعلى 15 مايو كوبري اكتوبر منطقه رمسيس، هي دي يمكن الكثافات اللي ملحوظه عندنا على الكاميرات. ايضا مناطق الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات، ولكن الحمد لله هي كثافات متحركه مش متوقفه. البديل لكوبري اكتوبر زي ما احنا عارفين شارع عبد الخالق ثروت استكمال رمسيس ثم عبد الخالق ثروت ثم نفق الازهر، ده بديل جيد لكوبري اكتوبر للي متضرر من بعض التوقفات اعلى منطقه رمسيس تحديدا. فيما دون ذلك طريق النصر محور الاستيراد، طريق بورسعيد، طريق الاسماعيليه، كافه طرق قلب العاصمه وكافه الطرق السريعه والصحراويه تعمل بشكل جيد جدا، معزز عليها خدمات مجموعات قتاليه برئاسه الساده الضباط والافراد، ومجموعات ايضا اقوال امنيه من اداره البحث الجنائي، من اداره العامه للمرور، من اداره تامين الطرق والمنافذ. في يا فندم يعني سباق زي ما بنقول او تصارع ان الساده الضباط يشتركوا في خدمات تامين قناه السويس عشان يكتبوا اسمهم في حدث تاريخي زي ده. عايزين نطمن الناس، الناس تتبسط يوم الخميس ان شاء الله، حدث تاريخي لينا كلنا. اكيد طبعا. نطمن الناس، بنطمن الناس ان شاء الله احنا معاهم لحين انتهى الاحتفال ان شاء الله وبعد الاحتفال ان شاء الله. سياده النقيب، يعني هل هيكون في غلق لميدان التحرير يوم الخميس ولا مفتوح للمصريين تحتفل في الميدان بهذا الحدث التاريخي؟ الى الان يا فندم ما عندناش اختراض باي غلق لاي ميادين، سواء ميدان التحرير اي ميادين هامه على مستوى الجمهوريه ما عندناش اختراض بغلقها. لو في اي حاجه ان شاء الله هيتم الاختيار مع حضراتكم والجهات الاعلاميه فورا، ولكن احنا الحمد لله الخطه الموضوعه معانا ما فيش فيها اي نوع من انواع الغلق لاي ميادين. زي ما قلت لحضرتك احنا مش عايزين يكون في اي شيء غير عادي في البلد معانا. احنا هنعزز خدماتنا كوزاره الداخليه كاداره عامه المرور عشان نكون مع الناس في اليوم ده. مش عايزين الناس تبقى نازله من البيت رايحه مشوار فنحس ان الطريق مقفول. يعني احنا الحدث الاستثنائي عندنا ان احنا عندنا افتتاح قناه السويس، ما عندناش اي احداث استثنائيه ثانيه نحتاج ان احنا نقفل عشان الطرق ان شاء الله. ان شاء الله. سياده النقيب، يعني عايزين تحطنا في صوره الحملات اللي بيقوم بها الهيئه العامه للمرور بين الحين والاخر، سواء الحملات على الدراجات الناريه اللي بدون لوحات معدنيه، السيارات اللي بدون لوحات معدنيه، الحملات اللي بتقوم بيها الاداره العامه للمرور من الحين للاخر يا فندم. هو طبعا باضافه لحملات المخدرات، يعني حابب اضيف حملات المخدرات معانا مستمره على الطرق، ولكن في توجيه من السيد اللواء واحد مركزي، السيد اللواء المدير العام مجدي بيه عز الدين، ان يكون في حملات على السيارات بدون لوحات معدنيه التابعه لاي جهه، الدراجات البخاريه بدون لوحات معدنيه، سيارات النقل اللي هو بيبقى في حاجه اسمها عدم تشميع الحموله، بيبقى محمل رمله او زلط او طوب، دي برده لازم تبقى ليها تشميع في تركيز عليها. ايضا حملات الرادار والفحص الفني للسيارات خاصه مع ارتفاع درجات الحراره اللي عندنا، الاطارات السيارات ممكن تعرض الى حوادث كارثيه. ايضا فحص الامن والسلامه بالنسبه للسياره كلها ان شاء الله عشان ما يكونش في اعطال معانا على الطرق والمحاور تؤدي
الى تكدسات مروريه بسبب العطل للسياره دي. ففي عندنا كذا محور شغالين عليه الفتره دي، وزي ما حضرتك اكدت للدرجات البخاريه بدون لوحات معدنيه دي بيتم حجزها هي والسيارات اللي بدون لوحات معدنيه. عايزين نستغل تواجدنا مع حضراتكم وننوه للساده المواطنين ان لا تهاون في مخالفه عدم وضع اللوحات المعدنيه في المكان المخصص ليها. صحيح. دي من دي من الجانب الامني. دي مهمه جدا طبعا. اي حد هيبقى ماشي في الشارع بدون لوحات معدنيه لا يلوم الا نفسه. بتركز معانا على المخالفه دي. وايضا السيارات النقل عدم الالتزام بالحاره اليمنى. لو هو ماشي مش ماشي بالحاره اليمنى هيتم فورا سحب التراخيص وتطبيق عليه القانون. ممتاز. لان دي ليها علاقه بحياه المواطنين، خاصه عربيات النقل وعلى طريق اسكندريه الصحراوي او على طريق الدائري او بالزبط. في اي طريق موجود معانا في جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا فندم. حضرتك جزيل الشكر، وبنتمنى ان شاء الله ان كل الامور تسير بهدوء وسلام. سياده النقيب احمد حافظ مشرف الاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا. اظن التليفون اللي جاي اهم تليفون، أهم النهارده تليفون من المرور برضو المهم للطقس بقى واحوال الطقس. الدكتوره ايمان عبد اللطيف خبيره الارصاد الجويه، صباح الخير يا دكتوره. صباح النور يا فندم. هنفطس خلاص يا دكتوره، الجو يعني عامل عمايله معانا. الموجه دي هتنتهي امتى يا دكتوره؟ ولا مش هتنتهي قريب شكلها؟ هو طبعا كل الناس بتشتكي من الجو ده طبعا. هي دي تعتبر مش موجه حاره، هو ده طبيعه فصل الصيف. فصل الصيف طبعا بيبدا في 21/6 وبيستمر معانا لحد 23/9، فدي طبيعه فصل الصيف. بس هو درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بتاعها بدرجتين، يعني المعدل الطبيعي بس الرطوبه عاليه قوي يا دكتوره. هو المؤثر معانا واللي بيزود احساسنا بدرجه الحراره الرطوبه فعلا، هي نسبه الرطوبه عاليه جدا توصل 90% ده صباحا. بس ما هو ده سؤال يا دكتوره ايمان، ده سؤال يعني بيدور في اذهان الكثيرين، انه مصر ما كانش فيها النسبه العاليه من الرطوبه ديت قبل سنوات. هل في تغيير حدث ادى الى ارتفاع نسبه الرطوبه بالشكل ده اللي احنا شايفينه؟ هو طبعا ارتفاع نسبه الرطوبه ده مش موجود كل سنه معانا، بس السنه دي عندنا منخفض الهند الموسمي ممتد، حتى منخفض الهند الموسمي مش ممتد على مصر بس، ده واصل كمان لشمال اوروبا. يعني دول اوروبا دلوقتي فيها ارتفاع درجات الحراره بتوصل ل 38 و39 درجه. ده طبعا بالنسبه لهم شيء صعب جدا. اللي بيأثر علينا ارتفاع الرطوبه ده اللي بيكون الشبوره المائيه صباحا. طيب ايه الرؤيه فيها؟ جميل. طب درجات الحراره في اليومين اللي جايين ايه ان شاء الله، وتحديدا بكره وبعده؟ هو ان شاء الله درجات الحراره بتتراوح من 38 ل 39 درجه على الوجه البحري والقاهره. على السواحل الشماليه من 35 ل 36، على جنوب الصعيد من 44 ل 45. طب وبالنسبه بقى لمحافظات الاسماعيليه والسويس؟ هو بالنسبه لمحافظات الاسماعيليه والسويس ان شاء الله هتبقى حوالي 38 درجه. طيب ان شاء الله خير، ربنا ييسر القناه رطب يا رب ان شاء الله. احنا في قناه السويس هتنسينا اي درجات حراره يعني. بنشكر حضرتك جزيل الشكر. طمنت قلبنا دكتوره. دكتوره ايمان عبد اللطيف خبيره الارصاد الجويه، شكرا يا فندم لحضرتك. احنا مستمرين بقى، مستمرين شويتين ثلاثه مع الموجه الحاره دي. بس هي اعتقد موضوع الرطوبه ده بس 90% كتير قوي. كتير قوي. النسبه كتير دي فعلا قوي. في مصر ما كانتش متداوله قبل كده، او ما كانش متعارف عليها نسبه الرطوبه. بس بنتمنى ان شاء الله انه الامور تسير، والحمد لله ان الكهرباء ما بتقطعش زي الاول. الحمد لله. نتمنى ان هي ان شاء الله ما تقطعش في كل محافظات الجمهوريه، حتى لو في بعض المدن او المناطق ما زالت بتعاني من انقطاع في التيار الكهربائي. نتمنى ان شاء الله ان يكون ده انقطاع بس كده بسيط، و زي المده بتاعت السنه اللي فاتت يعني. ان شاء الله يا رب. محافظة الجيزة نظمت احتفالية فنية على مسرح الصوت والضوء بسفح الأهرامات احتفالا بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة. الأهرامات هي الأخرى وتشارك المصريين الفرحة بافتتاح قناة السويس الجديدة. أكيد طبعا. الدكتور خالد زكريا العدلي محافظ الجيزة أكد أنه تم اختيار الأهرامات للاحتفال بالقناة لأهميتها بالطبع وقيمتها التاريخية والأثرية. الاحتفالية تم خلالها عرض فيلم تسجيلي عن قناة السويس الجديدة بيوضح سير السفن في المجرى الملاحي للقناة الجديدة والقديمة بمسرح الصوت والضوء بالأهرامات. ومن الاحتفالات المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية لأخبار الرياضة والملاعب. مصطفى نزار في الانتظار. مصطفى صباح الخير يا مصطفى.
محمد ونرمين، صباح الخير عليكم وصباح الخير على مشاهدينا الكرام، واهلا بكم مشاهدينا الكرام. ودي وقفه رياضيه في صباحنا النهارده، البدايه فيها مع الزمالك اللي تسلم درع الدوري بالامس في احتفاليه كبيره بملعب بتروسبورت. حضر الاحتفاليه رئيس اتحاد الكره جمال علام ورئيس النادي مرتضى منصور، وكان ذلك عقب اخر لقاء في البطوله بين الزمالك ووادي دجله والذي انتهى بالتعادل السلبي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. غياب دام 11 عاما انتهى بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري الأغلى في تاريخ القلعة البيضاء، دوري الشهداء. لاعبو الفارس الأبيض احتفلوا بالبطولة 12 في تاريخ النادي على ملعب بتروسبورت وسط حضور جماهيري محدود للقاء وادي دجلة المؤجل من الجولة 24 من عمر المسابقة. الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية انتهى بعد 380 مباراة، كان آخرها لقاء الزمالك ودجلة الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليطلق لاعب الزمالك العنان لفرحتهم في الاحتفال بدرع الدوري لموسم 2014-2015. وخاض أبناء القلعة البيضاء 38 مباراة خلال الموسم، فازوا في 26 مباراة بالتساوي مع النادي الأهلي في الرقم القياسي المسجل في عدد مرات الفوز في موسم واحد، وتعادل في 9 لقاءات، كما خسر الزمالك 3 مباريات فقط خلال الموسم. إلى ذلك حقق الفارس الأبيض عددا من الأرقام القياسية، هي حصول الفريق على أقوى خط هجوم مسجلا 69 هدفا، وأيضا أقوى خط دفاع حيث سكن شباك المارد الأبيض 21 هدفا فقط. واستطاع الزمالك الوصول إلى النقطة 87 مسجلا رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط التي حصل عليها فريق